بوفانات. انا ضد اللي قاعده اسويه لان احس الفرش تقدرين تستخدمينها بالاستعمال اللي انت تحبينه وطريقتك كحه طريقتها، بس في ناس تبي شرح، فانا بقول لكم بشكل سريع اوكي. بس تقدرين تستخدمين الفرش استخدام اللي انت تبينه، ما له قاعده. اول شيء راح بطل لكم هذا ست جديد، هذه العلبة كذي هي تتسكر تبطل هني في مغناطيس، طبعا عشان بعدين لما تبطلينهم تحطينهم كذي على التسريحة وتصفين فيهم الفرش. راح تجيكم بهذه الطريقة مجيسين، وكل واحدة بشيسها. خل نبطلهم. لما سوي توتوريال أشرح لكم يعني استخدم شيء تشوفون، بس أما كل واحدة وهذا أنا مو مقتنعة، بس بوريكم. راح ينكم بهالطريقة الفرش كذي. في واحدة البنات قالت هندسة أنا ما قطيت هذا، بس لما أغسلهم أرجع أحطهم فيه، يعني هم فكرة ما قطت الشبك زين. فراح ينكم بهالطريقة. هذه أول فرشة عندنا هي حق البودرة اللي أستخدمها، طبعا مع الاستعمال راح تتبطل ان شاء الله. خلت اتاكد انه مو عاكس اوكي التليفون هذا كذي بهالطريقه. وهذه الفرشه مالت لما بتحطين على وجهك لوس باودر، كومباكت باودر، حابه تحطين برونزر على وجهك تستخدمين هذه الفرشه الكبيره اوكي. الفرشه الثانيه اللي تشوفونها كذي مشطوفه لفوق، هذه بنات حق المتون برونزر، كونتور حق وجهك سواء كان كريمي ولا باودر تستخدمينها عشان تقص لك الويقص. وانا خليت احجامهم مو كبيره من هني قصدي علشان تناسب كل الويوه، ما تي وحده ترسم وتقول كبيره على وجهي او مو ضابطه او خربت لي او ما تعطيك دقه بالرسم وبتحديد الوجه اوكي. والشعر راح تشوفون هني مضغوط وحجمها وايد حلو مشطوفه اتين، هذه من يعني من الفرش الوايد احبها. كذي حجمها هني متساوي، تقدرون تستخدمونها بنات هذه حق الفاونديشن، توزعين فيها الفاونديشن. ممكن في ناس تحب تطبطب فيها بودر كيفك، فقلت لك على حسب استعمالك. بعد من مفضلاتي بصراحة كلها مفضلاتي، بس فرش البلاشر لما تشوفين عادي ماركات وايد وكواليتي عجيب، بس لاقينهم حجمها مو حلو، حجمها كبير على بلاشر، يعني مو منطقة الخد، مو منطقة تاخذ الخد كله، ما تاخذ منطقة البلشر اللي بس انت تبي تغطينها. فانا اشوف هذا الحجم المناسب، تهبل تهبل تهبل. هذه فرشة البلشر. فرشة لها استعمالين، تحطين فيها شدوات مثل لما وريتكم امس حطيت على عيني لون واحد، او تحطين فيها الهايلايتر. انت شو تبي تحطين؟ تحطين فيها الاضاءة، تبي تحطين فيها الاي شادو، تنظفينها تستخدمين حق الاي شادو كيف تشم. وايد وايد حلوة. هاي طالع اللوجو مالي الناس قنوني. هذه بنات طبعا معروفة حق الحواجب، في بنات يحبون يرسمون فيها ايلاينر، انا ما ارسم ايلاينر اصلا بكذي، في فرشة ايلاينر ثانية بس تقدرين، وهي حق الحواجب مش طول الحواجب، وحق رسم الحواجب الجل او البودر. بنات فرشة الايلاينر ما دام جبنا سيرة الايلاينر سويتها شوي معكوفة علشان يسهل حق البنات ان هي ترسم حتى اذا تحب مد مع العين او العين قدام او حتى العين انها طيب لما تكون شوي لما تكون سيده راح شوي تاذيها بالرسم، بس خليتها معكوفه علشان تكون سهله معاك بالرسم وحق كل انواع كل احجام العيون. هذول بنات قلت لكم حجمين من البنسل برش، لان انا احب الفرش تكون الفرش العين اغلبها تكون صغيره عشان تعطيكم دقه ونظافة بالرسم. أنا وايد يعني هذه ما راح تلاقون في ست فيها الحجم، مستحيل تهبل تهبل تهبل. سويت لكم واحدة شوي أكبر، وثنتينهم ضروريين راح تستخدمينهم، يعني لو شو بتسوين راح تستخدمينهم. البنسل براش تقدرين تحطينها تحت عينك، زوايا العين، تبي تموهين فيها مثلا آيلاينر عينك صغيرة، تبين أماكن دقيقة اللي تبينه. أمس لما موهت الآيلاينر اللي فوق اللي حطيت كحل وموهته بشادو أسود استخدمت هذه الفرشة، طرفها وايد دقيق، طالعه وايد دقيق كذي بالطرف، هم وايد أحبها وتهبل. وسويت لكم هم حجم ثاني أكبر، خوريكم أحط على جفني المتحرك مثلا شادو كريمي أو آي شادو، ورشت على فيكس بلاس، بحط شي في جلتر شادو شمري اللي تبونه بهذه الفرشة تهبل. هذا شكلها شي على جنب، طبعا شكلها كذي. هذا طبعا تحابة تموهين فيها العين من تحت، تسحبين فيها الشادو على جنب كيفك. عشان شي اقول لكم ماكو شرح ثابت بنات،
كل وحدة واستعمالها شنو تحب تستخدم فيه الفرش. ما تقدرين تحبين فيها الايشادو، شوفوا شلون، وتنظفين فيها تحت حواجبك. انا اذا حبيت انظف تحت حواجبي بشكل وايد دقيق ونظيف استخدم هذه، هم تهبل. وانا تعمدت خليتها قصيره مو طويله، لان الطويله راح تاذيكم بالتنظيف، تعكف يعني مثلا على شعر الحواجب او لا، خليتها كذي الشعر قصير علشان يسهل عليكم عمليه التنظيف. 212 مالت ماك، هذه هي فرشة التوزيع. وهذه نفس الشيء إذا حابة تحطين تحت حاجبك على جفنك المتحرك، تحطين طريقة مثلا تابينج مو توزيع تستخدمينها. وعندنا هذه الفرشة، شوفوا هذه شلون طريقتها شلون مختلفة، مو نفس البنسل براش وايد تكون شلون أقول لكم، وايد يكون الشعر قصير وملموم، لا تقدرين تحابة تحطين لون بزوايا العين وتوزعينه تستخدمين هذه الفرشة. هذول بنات كل الفرش كهم. ارجع بقول لكم خليت سعره معقول، معقول حق الكل، يعني 19 الكل يقدر يشتري ست كامل حق الوي والعين، مو تشتري 19 لا، حق الوي والعين 19 دينار. كواليتي ممتاز ما شاء الله، ذيك مرة خلصوا باسبوع، والله باسبوع. والحين رجعوا مرة ثانية، طول فترة كل يوم أنسأل عنهم، والله كل يوم وقول لي مثلا اليوم ويصير تأخير برا عن إرادة بوتيكات وما أدري شرد على هذا ما نحرج، بس وايد مستانس إحنا مو أونلاين تقدرون تطلبونهم. إيش كثر متخصصون ما أدري حسب الكمية، إذا خلصوا إذا عليهم أكيد طلب خلصوا مبكر خلصوا ما أدري، فوالله ما عندي فكرة ليه متى ولا شلون ولا شلون طريقة بس. عليكم العافية، وتحطونهم شكلهم أنيق وحلو. وهذا بنات مو خشن، مو تتوقع إنه هو خشن ويؤدي بالملمس، بس عشان ما تزلق من إيدك لما تين ترسمين أيلانر أو تسوين أي شيء ثاني. سلامتكم.